أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم، معاكم خليل من خليل جيمينج. طبعا كنا هني وقفنا بالضبط في نفس المكان، عرفتوا؟ فالحين شو بسوي؟ اللي بسوي يا أصدقائي، أبا أجيب جسر من هني لين هني، أبا أنزله. أحي الكم مليون، أحي الاختصار اللي ما يسوى علي، ربيته أغلى من حياتي هذا، يعني ما يستوي. خلنا نشوف نافيجيتبل ووتر. أوكي نافيجيتبل، بس مو بالطريقة هاي، يعني مجرمين هاي السفاحين، والله والله سفاحين. 5.8 مليون يبي يضربون علي على هذا؟ ليش؟ أغلى مقطرات اللي حاطنها. أوكي شافوا عندي شوية فلوس ولا يبون يسرقوني ولا كيف ولا شو السالفة الحين؟ وذال ليش هذا 5.something مليون؟ نزل انزين شوي، سوي يمين يسار. الجسر نفسه غالي، الجسر نفسه مش يعني من تدخل فوق ماي very expensive. أدق لون ما متفاجئ ترى صراحة. أدق لون تعال خليكم شكله حلو على الأقل، دام بدفع فيه 5.7. يا أولاد والله عيب، والله يعني عيب. زين خلونا دام إني بدفع فيه، والله بطني يعورني يا جماعة. كيف ترتيب؟ شوفوا هذا الشارع بكبره مو بهالسعر هذا. زين بس شكله الصراحة كشكل المكان رائع، الجسور الصراحة يعني كشكل الجسور روعة، والله روعة. ها كله على أساس أجيب كونستراكشن ماتيريال. الحين نستوي نشوف الشوارع مخططة، شارعين رايحات شارعين ردات. هاي الشارع لازم بدلة كامل، نستوي المكان منظم أكثر على الأقل، إنها روما طورة يعني. بس جميل الصراحة يعني، أوكي وغالي وكل شيء بس والله جميل. الشارع استوى محترم مخطط وهذا زين. الحين هم يبون كونستراكشن ماتيريال، الحفلة هاي كلها أصلا حق مواد البناء هني، فأبى أجيب مكان هني زين وأطلع الجراج من هني. لا أسوي، لازم أسوي خط من هذا المكان لا هذا المكان. اوكي هذا اللي هو كانوت ستريت، شو اسم المدينة؟ المدينة هاي اسمها بسميها علو، بسميها علي بسميها علي سيتي. انزين ما بسميها هذا والله، علي سيتي، علي construction material. لازم يكون وايد مرتبين اللعبة، إذا أنتم مش مرتبين والله. طبعا أنتم ما شفتوا الخطة الحين لأن أنا كنت أضيع شوي، ما قمت أغير، بس إذا تسوون أيوة هذا كامل، كنت مثلا حطي هذا ولا هذا يتغير حسب اللي موجود، فهذا بتشوفونه موجود، والمسافة ترى بعيدة مش قريبة، لكن بعدها تستاهل. فخلونا نشتري سيارات حقها أو الكارغو ونحط عليه. لحظة هاي شو تشل construction، ما في كونستراكشن. اعطيه 15 سيارة حق هذا المكان اللي هو تقريبا مليون ولا شيء، وبنشلهم على علي كونستراكشن، لان اوريدي عندي انا هني وايد ماتيريال اوريدي صح، واوريدي بيلفل قريب، واوريدي قاعد ينتج وايد، واوريدي عندي هذا. فالا اذا هني استوى الطلب خرافي وبتلعوز، لا اتس اوكي عادي. فالحين مدينة علي اللي بيستوي فيها كالتالي، بيدخل فيها كونستراكشن، بيتطورون، وانهم يتطورون وايد مفيد حقنا نحن. بس الحين اللي انا محتاجين، مشكلتي محتاج اويل، والاويل انا قاعد اصدره هني. في حد خطف عم بيه، والواحد بيدخل فلوس والاويل انا قاعد اصدره حلو.
فما أعرف هل أخذ جزء من الأويل هذا أم لأن أبغى أسوي بلاستيك على أساس أسوي صناديق، وغير هذا يبالي شيء ثاني اللي هو ستيل حديد. ستيل بنقول مو مشكلة، ما في عندنا استهلاك ستيل لأن عندنا حديد هنا مكان ما أنا شفت هذا فحم ولا الآخره. إنتاج ستيل كان موجود صح؟ الموضوع ثاني عادة. بس ترى شوف الانكم مقارنة ولا اللي قاعد نسويه ترى فنان جبار. مثلا يصير على الطيارات، شوف الطيارات قاعد تدخل علينا فلوس، حلو وايد فلوس خلي الايربورت. واذا نشوف الطيارات الثانية وين المطار الثانية، هذا هو هاي اللي بقى قاعد يدخلون علينا وايد فلوس وقاعد يحملون فل. لحظة شو استوى فيهم هاي؟ انا نسيتهم صدقون. وين مدينة؟ وين كم تضيع من كثر الاماكن؟ كم في الصادر هني؟ 23. وكم في الوارد هني؟ اوكي عندهم في الوارد كمية طيبة بس في الصادر مش اوكي لان هذا ما قاعد ينتج وايد. فاذا هذا قاعد ينتج اكثر بما معناه اذا انا ابغى اجيب الخطوط مالهم هم هني وتي ام تي فارمز. انا شوف تي ام تي فارمز او مكان غلط، انا تي ام تي فارمز كم سيارة؟ 10 سيارات. خلهم دبل على اساس انه هذا مرة يتفول ينجبر انه يلفل ينتقل المرحلة الثانية على اساس انه يسوي هذا. اوريدي اكيد قاعد ينتج وايد صح؟ هذا قريب خلاص بيوصل 14. اذا قام يسوي شبمت 200 بينجبر خلاص انه يسوي اكثر. اوريدي وايد قاعد يشلون يعني مش شوية. فبالنسبة لهني هذا انا ما راح اطلب منه اكثر لانه ما اظني اذا سويت طائرة زيادة راح يخدمني بشيء. بس الطيارة الحين المطار هني، بس الطيارة الحين تطلع فلوس، رايح تطلع فلوس رادة لان الحين شوفوا يوم بتي الطيارة بتشل وياها. وين الطيارة جايين قريب؟ اقدر اشوفهم. هذه وهي جاية بتنزل الاكل وبتشل معاها شيء ثاني بتودي بتربح فلوس زدبل. فهاي الطريقه وايد حلوه اصلا في كل الاحوال انها قاعد تربح. شوفوا يلا تعي بسرعه فكين انا خلني اسرع. زين شوفوا هني بتنزل 8 اكل بتشل 8 شو هذا خضره هاي، وهذا قاعد ينتج ما راح يوقف قريب قاعد ينتج. وهاي القاعة بيستلمون السيارات هني ما عندهم مشكلة. فاللي بسوي بزيد الصادر من هني بعد، لأن إذا زدت الصادر من هني بيكون أوكي. فخلنا نشوف في طيارات جديدة، ما عندي طيارة جديدة أسويها فبسوي طيارة واحدة زيادة. خلنا نشوف يوم نروح هاي بتي بعد توقف واحدة أو مسوي طيارتين نوعا ما، بس ما بحتاج طيارتين صراحة لأن بعد بيطلعون الفلوس. ترى هاي حركة وايد حلوة انكم تطلعون فلوس وتسايرين وتردين. Condition ship is very poor. اي ship هاي؟ هاي سفينة تعبانة، السفن الصغارة. خلنا نشوف شو نقدر نبدلهم. هاي شل بس ناس، انا ما باي تشل شي ثاني صح؟ 85. هاي شو قاعد استعمل انا؟ قاعد استعمل شي مش موجود. بشل مكان هايل وخلص. فخلص يعني هاي الأسرع مفروض وأفضل. راح يوفرون علينا تعب وايد على فكرة. أوكي عشان الزبالي يقول أحس إني بوقف الوقت شوي هني وايد ناتج قاعد يروح للتصدير. هذا قاعد يلف المورة وهذا شوف الخريطة مكبرها والله يعني. غير طيارة ما ينفع هني. لا زين وايد زين لأن قاموا يجيبون له عساس ينتج فقاموا يغرقهم شوي. بس بحطي واحد ولا طيارة وحدة بالأحرى زيادة، ما بحطي أكثر. فخلنا نشوف طيارة وحدة زيادة راح تفي بالغرض، أكثر من هذا راح أضيع فلوسي. أوكي هاي الصفر، لا خسرانة ولا ربحانة.
هاي very good condition, very good condition, good good, good condition. اوكي very nice. الحين اللي محتاج طيارات مدنية جديدة, لان هني الزحمة على المطار اظني ما قاعد تخف صح؟ لا الزحمة على هالمطار ما قاعد تخف, وكل الطيارات فل قاعد تطير, بس ما اقدر احط الطيارات اكثر, لان اذا ما نزلت طيارة جديدة حق ركاب اكبر ما ينفع, بيسوي زحمة على الفاضي. هاي بعدنا على الطيارة الجديدة, يبغالنا وقت شوي, يبغالنا كم سنة تمر. فبالتالي الحين شو كنا في الكارغو, انا كنت في السفن, كنت في شو, ايوه الحين ابا يهني داك هاي زين, واطلع الناس اللي فيها يروحون وين, للمدينة برا ثانية. فبسوي شب واحد ولا سفينة واحدة ومواصلات داخل, خلهم يطلعون يدومون هناك زين. هاي مرة كاب مرة عند الناس بعد حلو, عسب يبدأ على طول شو يسوي. بس ما بستخدم هذاك ال, ان هذاك صعب جدا وايد بعيد. خلنا نحط هاي هني, وبنحط دكة, شو دكة بعد, هاي بنسميها سكتون, سكتون سيتي. شوفوا هذه بنسويها اكتون, ترى هاي نكات ربعية يعني مش شغلات راندم انا ياسي حطيهم. اثنين خلنا نشوف الشب في مواصلات, هاي بنسميها سكتون بورت عساس ما خربط, لانه عندي خليل بورت اوريدي زين. وبطلع على سكتون بورت هذا السفينتين اساسا يروحون سكتون بورت, بس ما بطلع اكثر. والمدينه بعدلها شوي هيك كهيكله يعني, لان هيكلتها مش اوكي ابدا. ابي احط شوارع فيها 160,000, والله ما يسوى بس ما عليه, مش عايب ان الوضع انا لازم ادفع انزين. فالحين بسوي بالطريق, لا بمررها من الوسط احسن, اذا احتجت عقب اقدر اوسع انزين. وبطور كالعادة, هاي بتصير عندهم, بسوي ترام حق الناس, لان هاي وايد بعيدة, هاي بعد مكان مطار بياكل مساحة اكل فبتلعوز. فبحط لهم هذا مش هني, لا ها برع النطاق هني خلاه زين. وبنحط بس ستيشن بالضبط عند, لا بنشل هذا الشارع بنحطي عليه بس شو ستيشن يكون قريب يمشون. وين الابجريد مالي؟ ها شو باسلين, اوكي باسلين ما ابا, باسلين ما ابا انزين. والحين بنبدا نسوي سكتون ترام اللي هو في البلدنز, نيد ستوب واحد يغطي اكثر المدينه, يغطي اكثر المدينه, غطينا المدينه نقدر نقول كامله من هنا احسن, بوقفة بعد وقفة قريبة مو مشكلة. بنسوي لاين جديد, واحد اثنين ثلاث اربع خمس سبع سكتون ترام, اوكي سكتون ترام. وبنطلع له طبعا حاليا هاي الاداد ارخص بعد, شلون اكثر و شلو كمية طيبة والله. سوي أربعة على أساس إنه يوصل الناس. وهذا الهاربر بيستوي شوي زحمة أكثر يعني, بحلل الهاربر هذا أكثر يعني شوي بيكون حلو. في ناس هني في ناس, بس هذا يشيل 85 بعدنا. بس هذا المطار كل ما المطار المينا هذا كل ما يزيد بيكون رائع أكثر. وبيتريهم بعض مو مشكلة, لأن يأخذون وقت طويل أصلا السفن أكثر من هذا وايد. أوه الطيارات شو أخبارها, شوف وايد هني يا جماعة الخير 40
والله يدخلون فلوس يا جماعه الخير. خدنا السلفيه نحن انا رد زين وايد يا جماعه. شكلي بزيد ال بزيده بعد واحد. خلنا نشوف انا ترى الطيارات دي تطلع والله بس مو مشكله بزيد اثنين. ام تي فود اكسبورت موجود حلو. اقدر بعد اشحن من مدينه فيصل الى هناك بس ما احس اني محتاج اني اشحن. هاي قاعد يحصلون حاجتهم قاعد يطورون شوي شوي. همي الاول تطوير المدينه نفسها العاصمه. العاصمه قامت تستوي وايد ضخمه ترى على فكره بشكل كبير. انتم ما ادري اذا ملاحظين ولا لا بس عماير قامت تطلع ودنيا و... شوفوا عدد السكان عندي كم هني. شوف the number of residents خلي الكابيتال والجرو شرنك. شوفوا كم قاعد يزيد 220%. هذا بدينا هالكثر تشارتس شوفوا كيف قاعد نزيد. شوبينج فاسيليتيز جوبز كل شيء قاعد يزيد. وجهات استيراد شغل قاعد يزيد كل شيء قاعد يزيد بس مجرد انه قاعد نسوي هالسوالف. يا اخي متى تنزلنا طياره جديده؟ طبعا ما اقدر اتم اشحن طيارات بس بالطريقه هاي في حدود لان تشوفوا كم مده الانتظار تستوي طويله على اساس يطيرون. ترى اذا ما في طياره عدله مصيبه ترى مصيبه مصيبه. ما في عندنا غير الطيارات. اه يا سلام تشيل 10 لحظه. هاي شو تشيل؟ متشل ناس؟ لا ما تشيل ناس حطمتني والله. لحظة خلنا نسير على الطيارات تي ام تي فود اكسبورت. خلنا نبدل طياراتنا بهاي زين. خسرنا توه مبلغ محترم زين بس خلنا نشوف مرة ثانية دقيقة. هذا شو يشيل؟ تو 10 كومبارتمنتس سمول فور 85 years لارج كارغو فوليومز بس كارغو ما حاط لنا شيء زيادة. نبغى غير الكارغو. شو اسمه هذا؟ شو اخباره؟ كم قاعد ادفع عليه صيانه؟ في ناس اصلا هني ولا شارج 65 شارج 44 لا اوكي قاعد يشيل الناس. هذا شو اخباره؟ هذا خسران والله هذا خسران من الخاطر. مشروع خسران حرام حطيت لهم قطار وايد عليهم باص عمومي اذا ما حد بيسافر والله. بس في شغلات يعني مربحة وفي شغلات فعليا ما من هذيك الزود فايدة للأسف يعني. بس ان هذا اني ما اقدر اشل المزارع مصيبة. احاول ان امسحهم بس ما اقدر. بس مثلا من هني سكتون لين هناك كم قاعد نشل ناس؟ 25 5 اوكي مش غلط يعني. خلنا نشوف السفن هاي خسرانين بس يبالهم شوي وقت لين يتأقلمون ويبالهم شوي اكل. ليش ما نستورد اكل بعد من برا؟ شو موضوع كميه الاكل عندهم هنا؟ 18 ما اظني بيكون اوكي بنشف. بس نقدر نسوي مطار ثاني حق استيراد اكل ممكن يكون لان اصلا الاستيراد اللي هنا كان غلطه فقط يعني ترى مش لا اكثر ولا اقل. بس بعدهم بيتطورون. بس اقدر اشل فيول من هني ولا هني اصلا مش هني اصلا مش قادر هو يغطي المدينه مالي. مدينه مالي ناقصها فيول اساسا هاي المشكله عندي. بس الحين كميه الفيول زينه يعني بس ممكن اجيب اكل لهاي اللي بعد. بس انا قاعد استثمر كل شيء في وين؟ في المدينه هاي. قاعد استورد اكل قاعد اصدر. اللي مربحين اني قاعد اصدر ترى على فكره اكثر من استورد لان هني مش قادرين يعني ينتجون كان بما فيه الكفايه. ومع اللي قاعد اصدره بعد ناقصهم شوي اساسا ينتجون. اوف وهذا هذا 200 بس اوكي اني قاعد اجيب لهم الصراحه من احسن شغلات اللي سويتها. بس الحين نقدر نستعمل الطيارات بشكل مختلف تماما.
الا اذا بغينا نسوي هنا اويل والنيبويل من اخر الدنيا، ولا نحول بلاستيك بعيد ونورده لين مدينه علي. مدينه علي راح تسوي لنا ازمه اقتصاديه، لان لا اوكي قاعدين يكبرون شوي شوي، من يكبرون شوي شوي لان مشكله سويت مواصلات قبل اسوي شغلات اكبر، والحين شوي شوي المزارع هاي قاعد يدخلون في نص المدينه. زين صبر، هاي وين يبون يروحون؟ اوكي الثلاثه يبون يروحون سكتون، والباقي بيروحون الصوب الثاني، لان مدينه سكتون ما فيها شيء. فخلنا نجيب شيء حقهم مدينه سكتون. يبون اويل، يبون فيول، يبون والفيول اللي هنا شو وضعه؟ قاعد ينتج ما فيه الكفايه ولا تعبان؟ يعني مشي حاله. شو وضع الاويل هنا؟ كروت نقدر نجيب كروت زياده. انا مو وين قاعد اجيب الكروت من هني صح؟ اوكي هني شيء وايد وما قاعد اصدر، فخلوني ازيد هذا. اللعبه وايد تعلق استوت. زين فبنيه بالكرود من فيصل. فيصل كرود وين؟ والله قمت اضيع شويه يا جماعه الخير. خلهم يشلون دبل كرود على اساس يدبل انتاج منو؟ الاويل. حلو، وخلهم اويل قاعدين يوصلونهم بيدبل بروحه، لان اظني هو 100% قاعد يستوي له ترانسبورت، 100% قاعد يستوي له ترانسبورت، وهو شيء مش سيء صراحه، شيء زين. هني شو اخبارهم؟ 5-5. يوه طياره اخيرا طياره وشوي شغلات كبيره. وخلنا نوقف التايم على اساس ان الحين احنا انا عندي حساب مع الطيارات. صبر ابغى ابدل الطيارات هاي. زين خلنا نبدلهم. لا هاتي مش تي ام تي فود اكسبورت، هاي 12 طياره. هذه كل وحده تشيل 10 انفور. اوف يا الدبل 60 مليون يا حبيبي. لحظه انا ليش محتاج 12 اذا الوحده تشيل 8؟ خلنا نسوي ان سلكت، بنبيع. زين ننقص الزحمه على المطار، في نفس الوقت بدلهم في هايل بيكون نوعا ما ارخص، لانهم غاليات اصلا 1,700,000 للوحده. حلو 1,700,000 خلنا نبدل. زين وخلنا الطيارتين اللي ما بدلناهم، لان الوحده تشل 10، 8 طيارات تشل 80 واحد، فما له داعي الكوست هذا كله. الرحله الوحده وايد من هايل بينقصون، فخلاص يعني فلازم ننقص عدد الطيارات مقابل الجودة اللي نحن قاعدين نحصل عليها الحين. صبر شو اخبار، شو اخبار الطيارات هاي؟ يا سلام شوف الطيارة هاي غير. شوف بتنزل هاي كان فيها 5 عشان تجي 5، بس في طيارات بتي بتشل 10. شوفوا هاي شال لها 5، هاي توها بتشل شلت 10 الحين. اوكي الحين اظن 8 بيكون في وقت انهم يشلون تقريبا كلهم بدون زحمة فعلية، لان الزحمه الخرافيه اللي كانت قاعد تستوي هي المشكله. بس الحين في اماكن نفس هذا اللاين هذا التعبان سكتون بورت لازم يدخل فلوس، لان لو ما دخل فلوس راح ازعل منه. بس ما بيدخل فلوس اذا المدينه ما قاعد تطور فيها. انا بعد لحظه خلونا نشوف في حد بيروح سكتون بورت، ما حد بيروح سكتون بورت. خلنا نجيب لهم مطار كارغو. زين مطار الكارغو هذا المفروض قبل لا وقت الحلقه يخلص بسرعه نجيب مطار كارغو هني. والله ما بشيلكم حرام. ليش تي مطار هني؟ سوي له جسر. والله بيكون روعه. والله روعه، بس باكل تبن في الشارع. انزين بنيب ستريت. حلو هذا كارغو ولا شو حطيت انا؟ لحظة ويت ما اعرف كونفجر. هاي كارغو
مين بيلدينج. هذه كارغو، هاي باسنجر. اوكي كارغو هاي. اوكي لازم اسوي تعديل. زين ابغى اسوي مين بيلدينج في الوسط. زين واحطي عنده كارغو ترمينال باثنين مليون. كارغو ترمينال خيبه. زين وبأحطي جنبهم بعد شو اسمه اللي هو باسنجر. الباسنجر على اساس اني استعمل المطار هذا كذا استعمال، مش استعمال واحد بس. فاذا الحين اقدر احطي باسنجر بعد هذا كارغو، اذا اقدر احطي باسنجر هنا بس يبالي شو اسوي؟ اعدل شوي الارض، وهو اخس شيء في الدنيا انا ممكن اسويه لانه وايد مكلف. زين ان شاء الله يتعدل. ما يستوي اضيفه هنا، شكله ما يستوي اساسا اضيفه هالمكان. مكان صعب اني اضيفه فيه. فكره لازم اعدل هذه البقعه مش هذيك البقعه. فخلوني نسوي البرش سايز، احيا الفلوس اللي تضيع. زين ان شاء الله بس. زين نايس نايس بيركب. هذا معناه المطار اقدر استعمله حق المستقبل. اذا مسوين حق المستقبل ليش متعب عندي الحين؟ خلنا نسوي شارع قبل. زين خلنا نسوي شارع. الشارع هذا بيكون شويه مكلف. يا اخي ليش لازم اسوي جسر حرام؟ يعني لازم شيء وايد مكلف. زين انا اشوف الشارع المطار الخطير هذا. والله شارع خرافي ترى، والله انه جميل. نايس نايس. زين مبدئيا الحين بنحط بلدنج ثاني اللي هو كارغو هني. زين مبدئيا انا احط الكارغو بلدنج هني، ما اظني بكبر وايد، هذا حق مطار فرع صغير. زين وبسوي اللي هو الاوفلود وين؟ في مكان ثاني. الحين هذا بيكون، خلنا نشوف لاين. لاين اوكي، هذا اسمه سكتون امبورت. اوكي هذا لازم يستورد اكل. الحين لازم يستورد شو؟ اكل. فبنجيب حقه نيو لا مش نيو لاين اخ، ابى اطلع هني طيارات كارغو اللي هم هذيل ثلاثة أربعة. زين إلى سكسون فود امبورت. زين وبأحطي محطة تنزل أكل في نص المدينة. زين ونسوي خط من هني لين هني. أوكي صار وين التركس. سكتون فود ايربورت فود يعني الاكل اللي جاي من المطار. ولازم على اساس هذا الشيء انا شو اسوي؟ طلع لي سيارات. ثلاثة الى اربعة، ما بطلع اكثر. زين زين طلع لي اول كارغو 12 ثلاثة سيارات، كل مالها تتحسن كل ما تستوي أحسن. سكتون ايربورت فود. الحين الأكل اللي بينا مستورد من هناك
نحن نقدر نستفيد منه هنا. واستوى عندنا مطار وفي مكان نحط فيه ركاب اذا نبغى نسفر ناس ونحط لهم حتى ترام لداخل وامور طيبه. التصميم كتصميم شوف الترام في ناس تستعمله حق خطوط خارجيه، بالنسبه لي انا يعجبني كما هو عليه الصراحه داخل المدينه ما احس اوكي حق خطوط خارجيه. المهم الحلقه كانت وايد زحمه، بنشوف شو بيستوي اصلا في الموضوع كله، لان استوى عندنا وايد طيارات. هذا اول شيء طيارات كلها قاعد تدخل فلوس على فكره. ف نشوفكم بحلقه قادمه ان شاء الله على خير باذن الله. المهم مشكورين على متابعه الحلقه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.